في 86 اولا الفريق كان تقريبا من اللاعبين المحليين، ديال اللاعبين اللي كيلعبوا في المغرب، بالعكس ديال الفريق ديال المغرب دابا اللي شتي في قطر تقريبا واحد 90% كلهم لاعبين محترفين في قال لك خارج البلد. هذه اول من جهه. ثاني عاوتاني 86 للان 2023 24 كتعرفوا الكره تطورت، لاعبين ولاو كيلعبوا في دابا في قال لك على خارج البلد احترافيه. 86 تنقولوا الفريق الوطني المغربي كانوا عنده لاعبين في المستوى الاول المستوى الكبير، لان فيهم لاعبين اللي لعبوا في المغرب، ولكن كانت واحد البطوله مغربيه اللي كانت في نقولوا عالميه وكانت في المستوى الكبير. سكيفي اللاعبين اللي كنت انا كلاعب احترافي كنجي من فرنسا كنا قلال، كنت انا كان عزيز بودرباله كان عام الله، ما كناش كثار. سافدير في الوقت ديالنا في 86 ما كانوش لاعبين كيجيو من الخارج. الان الكره ديال الان الحديثه اللي كاينه اللي كلعبات في قطر الفريق الوطني كاع اللاعبين تقريبا واحد جوج ثلاثه ديال اللعابه اللي جاوا تقريبا من اللي كانوا من المغرب. ولكن هذه بيان سور تطور الكره المغربيه لان غادا في الطريق الصح، كاين العمل كاين لا فورماسيون كاين بزاف الاشياء، ولكن كاين واحد العمل اللي تدار حتى هو من 82 حتى تقريبا 88، لان ملي كنقولوا 82 تنقولوا الفريق ديال 86 الفريق ماشي 86 الفريق ديال 1982. حيت علاش؟ حيت الفريق الوطني المغربي درنا لي جو ميديتراني، درنا لي جو اولمبيك في 84، ودرنا 86 عاد درنا 88 كاس افريقيا. هاد الفور هاد تقريبا 10 سنين ولا 12 سنه بقينا بفريق تقريبا متكامل، فريق اللي ديما تنقولوا مجموع تيعرفوه الناس. دابا اللي قلتي الفريق 86 شكون هو اللي غيقول لك بوحيا ويلبياس خليفه نمريس كريمو ام الله الحداوي بودرباله، زعما فريق معروف. هضروا دابا الان جات في هذا الوقت ديال كاس العالم اللي درنا واحد الحاجه اكثر الحمد لله العمل كثر، ودرنا واحد النتيجه كبيره. شنو هي؟ هي دخلنا كنقول لك في الدمي فينال ديال كاس العالم. هذه الاشياء اللي بقينا عليها، ولكن درنا واحد الوقت كبير ماشي وقت صغير، راه كبير 20 30 سنه راه كثيره. حنا كنا كنتمناو من الله تكون واحد النتيجه قبل، ولكن هذا واحد العمل اللي دارته الجامعه واللاعبين حتى هما اللي عطوه كثير والجمهور المغربي، لان واخا نقولوا كوكيل غيف الجمهور المغربي كان في قطر حاضر تيساندنا، ولكن تطورات الكره المغربيه بلا فورماسيون بالمعموره اللي درنا بالفرق اللي تطورات اللاعبين تطوروا. ولكن تنقول 86 ولا جينا نشوفوا الفريق ديال هنا كنشوفوا بان كانوا لاعبين في المستوى الكبير. في 86 كنقول انا كانوا لاعبين اللي تقريبا عندهم اللي مشوا بعيد بعدا في الكره الاوروبيه، منهم بودرباله منهم الحداوي منهم بزاف ديال الاشياء. انا لعبت تقريبا واحد 14 15 سنه في اوروبا هضرت كيف فيه، ولكن الان تنقول هاد اللاعبين كنقول بان الحمد لله عندهم الامكانيات تكنيك مونتال تاع المونتال خدام، وعندهم عندك فريق وكاين واحد المدرب اللي مغربي وتنفتخروا به، لان الكره المغربيه حتى هي الحمد لله الاطار المغربي الحمد لله دخل في الكره القدم واعطى هذه النتيجه، وهذه النتيجه صالحه للاطار المغربي للمدرب. سافادير كون بو واخا راه حنا مغاربه نحضوا نوصلوا واحد الفريق للدومي فينال ديال كاس العالم. الغياب ماشي الغياب ديالنا حنا في الوقت ديالنا في المغرب ما كانش. دابا الان كاين ليدات فيفا، احنا ما عندناش ليدات فيفا. المشكل ديالنا في الوقت ديالنا احنا كانوش ليدات، راه كيف تنجيو وقت الامكانيات اللي الفرق ديالنا تخلينا نلعبوا، هذا هو المشكل. اما كون كنا غادي نديروا غادي نلعبوا في ليدات فيفا تقريبا غتولي عندك واحد 100 ولا 120 ولا 120 ولا 120 سيليكسيون، ولكن احنا ما نقدوش ذاك الوقت. ذاك الوقت كان عندنا ليدات ديالنا كيعطيو لنا كنحاولوا تنيغوسيو مع الفرق ديالنا مع الرؤساء ديالنا باش نجيو للمغرب، لان بعض الاحيان ما نقدوش نجيو لان تيقول لك احنا انت عندك عقده معنا وغادي تمشي وتخلي الفريق. ولكن حب الوطن حب الكره المغربيه الفريق الوطني كنحاولوا بالامكانيات ديالنا بالمداخلات ديالنا مع الرؤوس ديالنا، والحمد لله سكي سي باسي بور وانا انا كنت الحمد لله دوزت مع الفرق المغربيه لعبت بعد المهم هو كاس العالم لي جولمبيك لا كوب دافريك، هادو من الاشياء الحمد لله لعبتهم الحمد لله. باوي كنقول بعد المقابلات ما جيت فيهم، ولكن نديرو 82 تاهيل المغرب اللي خسر كونتر الكاميرون المقابله الاخيره ما جيش لعبنا في قنيطره وخسرنا ضد الكاميرون وما مشيناش لكاس العالم، كنت نلعب ديك الساعه مع تولوز وما جيتش ولعبنا مع ليكيب ديال الكاميرون في قنيطره وخسرنا
وما مشيناش كاس العالم 82، لان 82 شكون اللي مشى؟ مشات الكامرون وحنا ما مشيناش. عرفت كيف في بعض الاحيان الغيابات يكونوا صعب، صعب على اللاعب يقبل، ولكن هذه من الاشياء اللي تقريبا كتاسف، لان كنا كانت عندنا فريق، كنا لاعبين في المستوى وما مشيناش كاس العالم. بالمحلي هذا هو الاحترافيه، راه ماشي يلاه جات الاحترافي، الاحتراف بالاسم كان عندنا بالاسم، ولا ما كان الحمد لله كنا اماتور، حنا الكره المغربيه كانت اماتور، وهذا دخلنا في الاحترافيه، والاحترافيه راك عرفتي الاحتراف في المغرب بعض المرات تنقولها بالاسم، ولكن الاحترافيه خصها تكون بالعمل. دابا بدينا تنقولوا الاحترافيه بالعمل، بدينا تنخدموا، بدينا تنخدموا في الفروق ديالنا بالفئات الصغرى، هذه لا فورماسيون، دابا لا فورماسيون بدات، ولكن الا جينا نشوفوا بحنا في زمان هما راه بداو قبل منا. الاوروبيين بدك عارفين بداو قبل من انا ما جيت في المغرب، مشيت في المغرب 17 سنه، ديك الساعه راه كانت الفروق ديال سان تيتيان ولا فريق ديال فراقي تيديروا لا فورماسيون، حنا يلاه بديناها بواحد بديناها، ولكن هاد الاشياء كاع حتى البطوله النسويه حتى الفوتبول الفيمينا حتى هو راه الحمد لله حتى هو راه خصنا نعاملوه كذلك كما راه حنا خصنا نخدموا من الصور. هذا كيف لا ديفيرونس هو بان هما قبل منا بداو، حنا يلاه بدينا، ولكن تبقى الوقت. الحاجه اللي تنقول للمغاربه وخصنا ديما نحدو منها هو تقريبا تقول لك لا باسيونس، ما تنبقوش ما كنصبروش. الا قلتي واحد الانسان من هنا 50 غادي يشوف فيه يقول لك ومن 50 غادي نديرو ايه، الناس تبغي ديما غدا يكون عندك لاعب موجود. يعني الكره المغربيه ولا اللاعب في اي دوله خاصك تعطيه واحد الوقت ديالو وتعطيه واحد الامكانيات ديالو، لا في الربح لا في الخسران. واخا خسر خاصك تخدم معاه، ربح خاصك تخدم معاه، خاصك تكون عندك الوقت. وهذا كنقول في المغرب خاصنا تقريبا نمشيو ليه، لان بعض الاحيان تنشوفوا بعض لي ديريجون ما تيبغوش يقبلوا بان واحد اللاعب عندهم 17 18 عام يلعب الوريق الاول. علاش؟ تقول لك باقي صغير، وراه ماشي باقي صغير، راه خص تعطيه الوقت ديالو. لا دخلت الوداد في 88، ما كنتش صراحه نقول حيت عارفين المغاربه، انا في 88 جيت كنت خدام في التلفزيون، ديك الساعه كان دوزيام انترناسيونال، وانا كنت ديك الساعه كنقول لك انيماتور، تنانيمي واحد ليميسيون مع الله يرحمه سي عمر سليم اللي مات توفى هذه واحد الشهرين، الله يرحمه ويسع عليه، سيتا كالكان كو جو كوني. وبقيت هكا، ولكن انا كانت عندي النظريه ديالي بغيت نلعب. الوقت اللي كنت نلعب اللي غادي نلعب مع الوداد وسينت معاهم وغنلعب معاهم، كانوا حنا عندنا في التلفزيون كنقولوا المقابلات اون ديريكت في الراديو في التلفزيون الفوتبول الايطاليان، ما عنديش الوقت باش ندير هنا وهنا، ولكن انا ديك الساعه في 88 باغي نلعب. علاش ما نلعبش مع الوداد ولا مع الرجاء؟ لان في الدار البيضاء انا الحمد لله، وتدرجت معاهم. كان ديك الساعه يوري باقي حي، كان معايا يوري، كاين الداودي، كانوا الدراري، ولكن ما كملش الله وبقيت دخلت في هذا الشيء ديال كنقولوا هذا الميتي ديال لا بيرفورماسيون ديال الدراري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.